How you doing? Hey, how are you? مش حد اعرفه ولا اي حاجه، بس الامريكان بيحيوا بعض عادي يا جماعه. الموضوع ده شائع هنا جدا، تكون ماشي في مكان بالذات لما يكون الجو حلو والناس مزاجها رايق، لو انت ماشي لازم تسلم على الناس، او مش لازم يعني، بس شائع جدا حد يسلم عليك او انت تسلم على حد وتضحك في وشه وهكذا. ده شيء شائع جدا هنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في اول يوم في 2021 نقدر نصور فيه من بره. ماشيين اهو في الشارع. طبعا درجة الحرارة دلوقتي في ضواحي شيكاغو حوالي 11 مئوية، حوالي حاجة و50 فهرنهايت. ده طبعا جو رائع بالنسبة لنا بعد فترة صعبة، تلج كتير ودرجات حرارة كانت يعني قليلة قوي، نزلت 20 و30 تحت الصفر. فما يجي جو زي كده النهاردة الواحد بيحس كأنه بدأ يخرج من السجن، سجن الشتاء. لكن طبعا لسه الشجر مفيهوش ورق، طبعا اما كل حاجة تخضر يبقى المنظر احسن، لكن الحمد لله يعني مفيش احسن من كده بالنسبة لبلاد الشمال او لولايات الشمال. النهاردة ان شاء الله عايز اكلمكم عن المقارنة ما بين المدن الكبيرة في امريكا والمدن الصغيرة والضواحي. كل حاجة من دول لها مميزات وعيوب، وانا عشت في كل الانواع، في المدن الكبيرة وفي المدن الصغيرة وفي الضواحي. وهقول لكم ليه انا قلت ان الضواحي حاجة تالتة مختلفة، وعشان يعني الدقة انا بقصد الضواحي بتاعت المدن الكبيرة. كل حاجة من التلاتة دول لها ما يميزها او لها عيوبها ومميزاتها. فقبل ما ندخل في الموضوع اتأكدوا انكم مشتركين في القناة لو انتم مهتمين تعرفوا معلومات عن الحياة في امريكا، ولو انتوا مشتركين تنسوش تفعلوا الجرس عشان في ناس كتيرة مش بيوصلها الفيديوهات الجديدة. وطبعا ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسيبوا لي تعليق في الاخر تقولوا لي رأيكم. طيب توكلنا على الله، نتكلم الاول عن المدن الصغيرة. جايز لان انا اول ما جيت عشت في مدن صغيرة. فالمدن الصغيرة ميزتها ان غالبا اسعارها بتبقى ارخص في السكن، دي اول ميزة. تاني ميزة ما بيبقاش فيه ترافيك كتير، فوقتك مش هيضيع في التنقل من شغلك لبيتك. ممكن يبقى شغلك ما بينك وما بين البيت مفيش 10 دقايق ربع ساعة. انا في وقت من الاوقات كان شغلي 5 دقايق مشي من البيت. فالمدن الصغيرة دي ميزتها برضو انك هتوفر في الوقت بتاعك، وطبعا غير السواقة والكلام ده والترافيك متعب في المدن الكبيرة، فدي ميزة تانية للمدن الصغيرة. الحقيقة بقى عيوب المدن الصغيرة هي قلة فرص الشغل الى حد كبير جدا طبعا عن المدن الكبيرة، الا في حالات قليلة شفتها مكان حد نازل على حد يعرفه واثق ان هو هيساعده في مدن صغيرة. ففي ناس راحوا مدن صغيرة واستقروا فيها طول حياتهم في امريكا لانهم نزلوا على ناس موجودين فيها وعندهم شبكة علاقات او عندهم بيزنس، فنزلوا قدروا يشتغلوا خلاص استقروا اسرهم معاهم واطفالهم ففضلوا عايشين في المدن الصغيرة دي. لكن بوجه عام المدينة الصغيرة فرصها اقل كتير جدا في الشغل، وده طبعا يعني حقيقي على اي مكان في الدنيا صح؟ يعني اي مكان هتعيش فيه في مصر في اوروبا اكيد المدن الصغيرة فرصها اقل. طيب بعد كده نيجي نتكلم عن البزنس. البزنس الحقيقة المدن الصغيرة لها عيب وميزة. لو انت عايز تفتح بزنس طبعا برضو لو انت هتفتح بزنس العيب ان عندك population اقل، عدد الناس اقل في المدينة الصغيرة، فممكن يبقى فرص البزنس محدودة. لكن في المقابل هيكون ارخص، عشان مثلا تفتح مطعم او محل هيكون الايجارات ارخص كتير جدا من المدن الكبيرة. الحقيقة هنا في بقى استثناء ممكن اقوله، ان احيانا البزنس في المدن الصغيرة بيكون مربح اكتر كتير جدا من المدن الكبيرة. انا تاني بتكلم على واحد شاف خبرات كتير وتجارب كتيرة. ففي ناس الحقيقة فتحوا بزانس في مدن صغيرة ونجحوا جدا فيها. ليه؟ لان المنافسة اقل كتير جدا من المدن الكبيرة. فانا اعرف مصريين فتحوا مطاعم في مدن صغيرة في نورث كارولينا وفي أبستيت نيويورك ومشت كويس جدا، لانهم كانوا اول حد مثلا يفتح مطعم من نوع معين. فمهما كانت الـ population صغيرة، عدد سكان المنطقة صغير، لكن مفيش في منافسة كتيرة لك. والأمريكان بيحبوا دايما يطلعوا يتفسحوا ياكلوا بره وكده،
ففي الحالة دي المدينة الصغيرة في ناس ممكن ينجحوا في البزنس فيها أكتر من المدينة الكبيرة، لكن طبعا الموضوع نسبي وكل واحد لازم يشوف ظروفه والفلوس اللي معاه. لو لقيت مدينة صغيرة، مش صغيرة قوي يعني، بس يعني population قليلة وعندك فكرة مشروع مش مفيش منافسة قوية عليه في المكان ده، ممكن تنجح فيها. لكن طبعا لازم توازن بقى حاجات كتيرة، هل انت عايز تعيش في المدينة الصغيرة دي مع أسرتك ولا لا، وهكذا. واحد بدأ نفسه يقطع شوية، يا جماعة من المشي بقى لي كتير ما تمشتش، انا محبوس في البيت طول البرد. طيب عموما يبقى دي كده في رأيي مميزات وعيوب المدن الصغيرة. طبعا خلينا افتكر عيب اخير للمهاجرين العرب بالذات، ان المدن الصغيرة مش هتلاقي فيها غالبا مساجد، ممكن ما يبقاش فيها مساجد للمسلمين. طبعا حتى المسيحيين هتلاقي كنائس كتيرة طبعا، لكن مش هتلاقي كنائس شرقية زي ما موجودة في المدن الكبيرة. شيكاغو مثلا عندنا هنا كنائس مصرية، ومع عدم وجود الجالية كمان مش هيبقى فيه مدارس مثلا خاصة إسلامية زي اللي موجودة في المدن الكبيرة. فولادك هينشأوا في مجتمع مفيش حواليهم قوي سبورت أو دعم من ثقافة مشابهة للثقافة بتاعتك، فدي هتكون مشكلة. فممكن تكون المدن الصغيرة كويسة للناس اللي لسه مش متجوزين أو لسه أطفالك مش كبار، لو عايز مثلا ترستق نفسك وتقعد في مكان هادي والحياة فيه سهلة. لكن حط في بالك الموضوع ده، الجالية فيه هتبقى ضعيفة جدا من ناحية وجود مسلمين وعرب حواليك. عيب آخر للمدن الصغيرة انك غالبا هتحتاج تاخد العربية في اي مكان تروحه، مفيش مكان تتمشى فيه قوي حوالين بيتك غالبا، فده عيب تاني للي بيحب ان هو يعني يكون في جو كده زي المدن الزحمة ويدخل ويمشي على رجله وهكذا. وانا فاكر ان اول مكان صغير رحت فيه ما كنت في نورث كارولينا، كان في مدينة صغيرة خالص، ومرة خدنا العربية كده وكان معنا واحد برضو مصري لسه جاي، فروحنا مدينة كبيرة شوية، فايه واحنا ماشيين في المدينة الكبيرة بالعربية يعني، فلقى ناس ماشية على رجليها، فقال لك الله في ناس ماشية على رجليها. فده لان المدن الصغيرة ما بتشوفش حد ماشي على رجله، تقريبا كل بياخد العربية في اي مكان عايز يروح. طيب ادي المدن الصغيرة. المدن الكبيرة بقى، انا المدينة الكبيرة الوحيدة اللي عشت فيها الكبيرة يعني قوي هي شيكاغو، هي تالت اكبر مدينة في امريكا. فتقدر تقول يعني ان في بعض المقابلات ما بين عيوب المدينة الصغيرة احيانا بتكون هي ميزة المدينة الكبيرة والعكس صحيح. فمثلا نيجي نتكلم على موضوع الاسعار في السكن. طبعا المدن الكبيرة السكن فيها بيبقى اغلى. الترافيك، طبعا الترافيك اسوأ كتير في المدن الكبيرة. فانا مثلا هنا في شيكاغو حاليا شغلي، اما هنرجع الاوفيس ان شاء الله، احنا بقالنا سنة هو شغالين من البيت، لكن في يوم من الايام هنرجع. فالمشوار بياخد مني ساعة وتلت، ممكن ساعة ونص من اول ما اطلع من البيت لحد ما اوصل المكتب، فيعني ده يعني 3 ساعات في اليوم بس في الترافيك. فده طبعا شيء متعب. والمدينة الكبيرة عمرك ما هتضمن انك تكون قريب من شغلك، بالذات لو انتقلت من شغل لشغل، ممكن تاخد مثلا سكن قريب من شغلك وبعد كده تنتقل لشغل تاني فيبقى سكنك بعيد وهكذا. فالمدينة الكبيرة فيها الاشكالية دي. بالنسبة للبزنس برضو تقدر تقارن ما بينها وما بين المدن الصغيرة حسب الكلام اللي قلته لك. اولا المدينة الكبيرة هتكون اسعار البزنس فيها اغلى، عشان تبدأ بزنس هيكون مكلف اكتر، والمنافسة هتبقى شديدة جدا، لان في غالبا اي حاجة هتعملها في حد عامل زيها. يعني مثلا في شيكاغو وضواحيها في محلات كتيرة بدأت تفتح مطاعم عربي اكل عربي، فالمنافسة مع يعني ما عادش ده شيء جديد، ففي منافسة موجودة معاك. لكن on the other hand، على الجانب التاني، المدينة الكبيرة ممكن تفتح افاق للبزنس عمرها ما هتكون موجودة في المدن الصغيرة. لو انت شاطر وعرفت تنمي البزنس بتاعك، فممكن بدل ما انت هتفتح في مدينة صغيرة واخرك هتفتح فرع واحد، في المدينة الكبيرة ممكن تفتح 10-20-30 فرع حسب بقى. يعني شيكاغو هنا في لو اتكلمنا عن المطاعم العربي، في مطاعم عندها 3 فروع و4 فروع و5 فروع فتحوا في منطقة واحدة ونجحوا وبعدين توسعوا في مناطق تانية. فلو انت عندك طموحات
كبيرة للبزنس بتاعك، فالمدينة الكبيرة طبعا ممكن تكون أفضل عشان تقدر تتوسع، بتعمل موديل زي السيستم الأمريكاني زي فرانشايزز ماكدونالدز حتى والحاجات دي، تفتح فرع خلاص يمشي كويس، تقوم جاي بقى ايه تعمل منه نسخ بقى كوبي اند بيست، يكون الموضوع اسهل كتير. وطبعا كل ما زاد عدد الفروع كل ما زادت يعني الارباح بتاعتك بشكل كبير. النقطة الثانية في المدن الكبيرة ان هي ممكن نقول عليها ميزة، ان هي سهل انك تتمشى فيها وممكن ما تحتاجش عربية خالص، او ممكن تحتاج العربية في اوقات واوقات. فانا مثلا ما كنت عايش في شيكاغو، وظيفة من الوظائف كانت في الداون تاون، فكنت باخد المترو، كنتش بستخدم العربية غير في الويك اند. كمان كنت بقدر انزل من البيت اتمشى، اروح محل البقالة، ممكن انزل اروح كافي شوب، انزل اتمشى في حاجات كتيرة جنبي. فدي ميزة من ميزات المدن الكبيرة للناس اللي بتحب تتمشى واللي بتحب الجو بتاع المدينة الكبيرة عموما والزحمة، وتنزل تلاقي ناس ماشية في الشارع وهكذا. ايه تاني ممكن نتكلم عليه؟ اعتقد انا غطيت يعني الحاجات الرئيسية للمميزات والعيوب بتاعة المدن الكبيرة والصغيرة. نيجي بقى لتالت حاجة وهي الضواحي. زي ما قلتلكوا ضواحي المدن الكبيرة اللي انا دلوقتي فيها، انا دي ضاحية من ضواحي شيكاغو. شيكاغو مدينة كبيرة لكن الضاحية زي ما انتوا شايفين هادية. فضواحي المدن الكبيرة الحقيقة فيها بعض المميزات المشتركة، يعني بتاخد من العالمين، بتاخد حاجات من المدن الصغيرة وبتاخد اشياء من المدن الكبيرة. هي الضواحي عموما ميزتها انك انت غالبا اي مدينة كبيرة فيها ضواحي بتبقى الحياة فيها اسهل واوسع، عندك مساحات اكتر في السكن، في مساحات خضرة اكتر حواليك. نفس الوقت انت في ضاحية مدينة كبيرة يعني فرص العمل لسه موجودة بكثرة، فتقدر انك انت تلاقي فرص عمل كتير في المدينة اللي انت فيها. وانت عايش في الضواحي طبعا هتسوق، هتاخد المترو whatever، فده انت كده واخد ايه يعني مميزات العالمين، الهدوء والراحة والمساكن الواسعة، وفي نفس الوقت انت جنب الشغل وجنب الحياة ايه بتاعت المدينة الكبيرة. طبعا الضواحي لسه بقى هتبقى زي المدن الصغيرة، انك انت لازم تستخدم العربية. ممكن تتمشى في النيبرهود بتاعك زي ما انا بعمل كده، بس عايز تقضي مصلحة، عايز تروح كافي شوب، عايز تروح مطعم، عايز تروح كروسري ستور، لازم تاخد العربية عشان تروح. فده زي المدن الصغيرة في الناحية دي. بوجه عام حقيقة الامريكان عموما لما يكونوا شباب سنجل او حتى كابل لسه متجوزين ما عندهمش اولاد، كتير منهم بيحبوا يعيشوا في مدن كبيرة فيها انترتينمنت اكتر، فيها حاجات كتيرة تعملها، تتمشى، مطاعم كتير من كل الانواع وكل الاشكال. فبيحبوا يعيشوا في مدينة كبيرة في الفترة دي، غالبا بيبقوا عايشين في شقة، ولما يبقى عندهم اطفال يبدأوا يروحوا الضواحي ياخدوا بقى بيت عليه باك يارد وبيت كبير وهكذا، يبقى عندهم مساحة اكبر. فده غالبا يعني اللي بيحصل. وعموما دي ريكومنديشن في رأيي لو انت لسه اعزب او متزوج بس وانت ومراتك، ممكن تكون المدينة الكبيرة الطف ويعني اكثر اثارة، لكن وانس انك عندك عيلة واطفال وكده غالبا الضواحي بتبقى احسن للعيلة. بس اعتقد دي كل الحاجات اللي كانت في دماغي نقارن بيها عشان نقارن ما بين المدن الكبيرة والمدن الصغيرة والضواحي. قولولي رأيكم الناس اللي عايشة في امريكا، لو في حاجة نسيتها قولولنا عليها، والناس اللي بتتفرج قولولي رأيكم في التعليقات عشان ابقى عارف. وبس كده، ده كل اللي عندي النهاردة، ونراكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.